السلام عليكم يا باشمهندسين، هنستكمل فيديوهات تشابتر 2. عندنا المرة دي اكزامبل على الكونتينيوس ستير تانك رياكتور. ده واحد من الاكزامبلز اللي تعتبر يعني فيها شغل كتير، لان مجمع الكونسبتس بقى بتاعت الكونزرفيشن اوف ماس والكونزرفيشن اوف انرجي اللي هي من كورسات الماس والانرجي بالانس، مع الفكره بتاعت السي اس تي ار او الكونتينيوس ستير تانك رياكتور اللي تم دراستها في كورس الكيميكال رياكشن انجينيرنج او الكاينتكس، مع معلومات عن او من كورس الهيت ترانسفير والثيرموداينامكس. فده واحد من الاكزامبلز الثقيله اللي مهم جدا نكون عارفين ازاي نتعامل بيها. فلو هنبدا الاكزامبل، انا عندي كونتينيوس ستير تانك رياكتور زي ما هو باين في الدياجرام دوت، 1 انلت 1 اوتلت. في عمليه تبريد بتتم جوه الرياكتور دوت عن طريق الكولينج ميديوم اللي بيكون موجود. الميه او يعني السائل اللي مسؤول عن عمليه التبريد اللي هو الكولنت ميديوم، درجه الحراره بتاعته تي سي. في تقليب بيحصل جوه التانك، بيدخل بيور اي، الفوليومتريك فلوريد بتاعه كيو، كونسنتريشن الاي هو سي اي اي، تمبريتشر تي اي. بيطلع عندي يعني بيحصل تفاعل اللي هو ان الاي بيكون البي، ولكن التفاعل ده مش بيحصل بالكامل، فالبرودكت بتاعي او الاوتلت بيكون خليط من الاي اللي هو الرياكتنت والبي اللي هو البرودكت. فوليومتريك فلوريد بتاعه كيو، الكونسنتريشن بتاع الاي في البرودكت تي اي، والتمبريتشر بتاعه البرودكت بتكون تي. نبدا الاكزامبل دوت زي غيره من الاكزامبلز بالاسامبشنز، ولكن ده عشان مثال يعني مور كومبلكس شويه، فهنا الاسامبشنز بتبدا تكتر. عندي تقليب، يبقى انا عندي بيرفكت ميكسنج، ودايما بتقول كونستانت بروبرتيز، الدنسيتي ثابته، الهيت كاباسيتي ثابته، وهكذا. عندي كونستانت هولد اب، وده احنا هنفترضه عشان نسهل بس الاكزامبل بتاعنا، لان ده لو كان فاريبل هولد اب فالموضوع هيبقى اصعب بكتير. ممكن نفترض ان الثيرمال كاباسيتنس بتاعت كولنت والكويل نيجلكتد، يعني كل التبريد او كل الحراره اللي بتتسحب من الرياكتور فهو الكولنت بياخدها بالكامل. الكولنت التمبريتشر بتاعته بتكون ثابته هي تي سي، يعني كاننا بنفترض ان الكولنت بيتحرك بفلوريد سريع جدا لدرجه ان التمبريتشر بتاعته لا تكاد تتاثر، وده برضو هيساعدنا في تسهيل الحسابات. الريت بتاع الهيت ترانسفير بقى اللي هو الكيو، هنا دلوقتي بقول ان انا بعمل عمليه تبريد للرياكتور بتاعي دوت اللي هو بالكولنت، طب كميه الكيو اللي بتتسحب، فهنا من كورس الهيت ترانسفير ان الكيو هي عباره عن اليو في الاي في التمبريتشر بتاعه الكولنت ناقص التمبريتشر بتاعه السوليوشن جوه التانك. اليو ده الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت، الاي دي الاريا بتاعه الكويل مش بتاعه الرياكتور، لان ديت عباره عن الهيت ترانسفير اريا، يعني الاريا اللي بيحصل حواليها انتقال الحراره اللي هو بتكون الكويل الكولنت بيكون معدي جواه. طبعا في تمبريتشر الكولنت ناقص تمبريتشر السوليوشن او المحلول اللي بيكون موجود جوه التانك. الانثالبي اللي بيكون او اي تغير في الانثالبي ناتج عن عمليه الميكسنج بنهمله في الحسابات عشان خاطر نقدر نستخدم الانثالبي اللي هو السي بي في التي ماينس التي ريفرنس. والشافت وورك والهيت لوسز للامبيانت بنقدر برضو ان احنا نهملها عشان نبسط المعادلات بتاعتنا. فهو ده واضح يعني من الاسامبشنز كده ان ده السيستم بيكون اكثر تعقيدا شويه من السابقين، لكن بالرغم من كده احنا بنبدا بنفس الترتيب بتاعنا: توتال ماس بالانس، كومبوننت ماس بالانس، انرجي بالانس، نشوف مين فيهم هيكون موجود عندنا ومين فيهم احنا مش محتاجينه. الاكزامبل دوت احنا في الحقيقه هنحتاج الثلاثه موجودين. فلو بدانا بالتوتال ماس بالانس اللي هو العادي accumulation in و out دي m by dt عبارة عن ال w minus ال di، هنشيل الماس ونحط الرو والv، هنشيل ال inlet mass flow rate هيبقى الرو في ال qi لان انا عندي ال volumetric flow rate هو اللي given، ال outlet mass flow rate هيبقى الرو في ال q، وهيبقى في الحالة دي طبعا باستخدام ال chain rule ان رو dv by dt plus v دي رو by dt. ده كده التشين رول، انا عندي الدنسيتي ثابته، عندي الفوليوم ثابت. ممكن حتى حد يعني لو واخد باله من الاسامبشنز فيقول خلاص الرو ثابته والفي ثابته، فيبقى انا عندي دي رو في باي دي تي من الاول هتساوي صفر، وهنوصل في الاخر ان الكيو اي بتساوي الكيو او الانلت ماس فلو ريت بيساوي الاوتلت ماس فلو ريت، ودي النتيجه اللي احنا وصلنا لها من معادله التوتال ماس بالانس. هنعمل الكومبوننت ماس بالانس اللي هو ان الاكيوميليشن ان ماينس اوت زائد جنريشن ماينس كونسومشن. هنا بقى تفرق معانا، احنا هنعمل
الماس بالانس هنا على الكومبوننت ايه ولا الكومبوننت بي، لان الكومبوننت ايه ده رياكتنت يعني بيحصل له كونسامشن، فبالتالي ثيرمال جنريشن هيكنسل. لكن لو انا هعمل على الكومبوننت بي، كومبوننت بي ده برودكت بيحصل له جنريشن مش كونسامشن، فثيرمال كونسامشن هيتكنسل. تمام، فهنا لازم ناخد بالنا. هنا احنا هنشتغل على ايه؟ فاحنا هنشتغل على الترم بتاع الكونسامشن، والترم بتاع الجنريشن ده هيكنسل مش هيكون موجود معانا. فخلينا نقول ان الانلت ماس فلو ريت هو، طبعا احنا عارفين ان هو عباره عن الرو في الفي، تمام، ولكن هنا احنا لازم نطوع نفسنا على حسب المعطيات اللي موجوده في المساله. فهنا في المساله هو كان عاطيني الكونسنتريشن، والكونسنتريشن دوت بيكون عباره عن ماس على فوليوم. فلو انا عاوز احسب الماس يبقى اضرب الكونسنتريشن في الفوليوم، يبقى الفوليوم حاصل ضرب الفوليوم في الكونسنتريشن هيديني ماس. يبقى انا عشان كده بقول ان الام اي هو عباره عن الفوليوم مضروب في السي اي. طب الانلت والاوتلت ماس فلو ريت ده ريت، يبقى لازم يكون مقسوم على زمن. فعشان كده بقى انا مش بضرب فوليوم في سي اي، لا بضرب فوليومتريك فلو ريت في السي اي. يبقى الفوليومتريك فلو ريت اللي هو فوليوم على زمن مضروب في السي اي اللي هو ماس على فوليوم هيديني ماس على تايم، وفعلا يبقى انا كده متحقق عندي ماس فلو ريت. طبعا انا هنا بشتغل مع الكومبوننت ايه ده بيحصل له كونسامشن، فمن كورس الكيميكال رياكشن انجينيرنج الماس فلو ريت بتاع كومبوننت ايه اللي هو كونسيومد او بيتم استهلاكه نتيجه التفاعل هيكون عباره عن الفوليوم مضروب في الريت اوف رياكشن، وريت اوف رياكشن عباره عن حاصل ضرب الكي مضروب في الكونسنتريشن بتاع الايه جوه التانك ذات نفسه. لو جمعنا بقى المعلومات ديت كلها فهيكون عندنا شكل الكومبوننت ماس بالانس دي في سي اي باي دي تي هتساوي الكيو اي في السي اي اي، ده كده الانلت يعني الفلوريت اللي داخل في الكونسنتريشن بتاع الاي في اللي داخل، ماينس الكيو في السي اي اللي هو الفوليومتريك فلوريت في الكونسنتريشن بتاع الاي في الاستريم اللي خارج، ماينس طبعا الكونسومشن هيكون عباره عن الفوليوم في ريت اوف رياكشن كي سي اي. هذه المعادلة اللي موجودة عندنا من معادلة التوتال ماس بالانس، الكيو والكيو اي زي بعض، وانا كده كده فارض ان الفوليوم ثابت فاقدر اطلع الفوليوم بره العلامة بتاعت الديفرنشيشن، يعني الطرف الشمال هيكون في دي سي اي باي دي تي، الكيو والكيو اي هيكون واحد فاقدر اشيل الكيو اي واحط كيو واخدها اعمل مشترك، يبقى الطرف اليمين هيكون الكيو في الانلت كونسنتريشن بتاع الاي ماينس الاوتلت كونسنتريشن بتاع الاي ماينس الكونسومشن اللي هو الفوليوم في ريت اوف رياكشن، ودي هتكون الصوره النهائيه بتاعه الكومبوننت ماس بالانس اللي موجوده عندي. معادله اقدر من خلالها احسب ازاي الكونسنتريشن بتاع الاي جوه التانك او في الستريم الاوتلت اللي خارج بيتغيروا مع الزمن. بعد كده هنروح ونعمل الانرجي بالانس. طب ادي الصوره العامه بتاعه معادله الانرجي بالانس اللي موجوده عندنا، تمام، كل اللي احنا بس بنعمله كنا بنهمل الورك، فكان بيكون عندي تغير الانترنال انرجي بالنسبه للزمن بيتساوي ماينس دلتا الفلو ريت في السبيسيفيك انثالبي بلس الكيو. الانترنال انرجي هو عباره عن الماس في السبيسيفيك انترنال انرجي، والماس رو في، يبقى دي باي دي تي رو في سبيسيفيك انترنال انرجي بتساوي انا عندي انلت واحد وعندي اوتلت واحد، ودي وضحناها بالتفاصيل في المسائل في الفيديوهات اللي فاتت. فهيبقى عندي الانلت ماس فلو ريت في الانلت كونسنتريشن في الانلت تمبريتشر ماينس تي ريفرنس ماينس الاوتلت ماس فلو ريت الاوتلت سوري هيت كاباسيتي ديت هيت كاباسيتي في الاوتلت تمبريتشر ماينس تي ريفرنس. السي اي والسي دولت هيت كاباسيتي مش كونسنتريشن، بلس الكيو بلس الهيت اوف رياكشن. هنا بقى في عندنا حاجتين ذاته اللي هو النت ريت اوف هيت اديشن تو ذا سيستم، هي عباره عن حاجتين، الترم بتاع الكيو عشان الكويل اللي موجود حوالين التانك، والترم بتاع الهيت اوف رياكشن لان في تفاعل بيحصل، والتفاعل ذات نفسه ممكن يا اما يكون اكزوثيرميك يدينا حراره او اندوثيرميك يسحب حراره. فبرضه خلينا نفتكر من كورس الكيميكال رياكشن انجينيرنج وحتى من كورس الانرجي والماس بالانس ان الهيت اوف رياكشن هي عباره عن السبيسيفيك هيت اوف رياكشن مضروب في الفوليوم مضروب في ريت اوف رياكشن، يعني الهيت اوف رياكشن اللي موجود في معادله الانرجي بالانس ده هو ماينس دلتا اتش ار سبيسيفيك في الفي في الكي في السي اي. ليه علامه السالب موجوده؟ لان الاكزوثيرميك رياكشن دلتا اتش ار بتاعتها السبيسيفيك بتبقى نيجاتيف، فعشان كده نيجاتيف مع نيجاتيف يكون رقم بوزيتيف، فديت من الحاجات الثابته اللي بنستخدمها زي ما هي.
طبعا لو عوضت بالكلام دوت فدي هتكون صورة المعادلة بتاعة الانرجي بالانس اللي موجودة عندي دلوقتي، وهكمل بقى عليها زي ما هنشوف دلوقتي. فدي المعادلة بتاعتنا. طبعا تاني احنا عارفين بنتعامل هنا مع ليكويد، فنتيجة كده من الثيرموداينامكس الانترنال انرجي والانثالبي زي بعض، فترم الاكيوميليشن هنشيل السبيسيفيك انترنال انرجي واحط السبيسيفيك انثالبي، وباقي المعادلة هتنزل زي ما هي. من الاسامبشنز الرو ثابته، الهيت كاباسيتي ثابته، الفوليوم ثابت، فهطلع الرو والفي بره من الليفت سايد بتاع المعادله، فهيكون رو في دي اتش سبيسيفيك باي دي تي، وده هيساوي ال دبليو اي في السي اي في التي اي ماينس التي ريفرنس، وهكذا الى نهايه المعادله بدون اي تغييرات حتى الان. طبعا نفتكر احنا ما عندناش الماس في الوريد، انا عندي جيفن الفوليومتريك في الوريد، فهشيل ال دبليو اي وحط مكانها رو كيو اي، وهشيل ال W وحط مكانها رو كيو، فده هيكون شكل الانرجي بالانس ايكويشن دلوقتي. برضو لحد دلوقتي احنا لسه ما انتهيناش، فده شكل المعادله اللي بتكون موجوده. هستبدل السبيسيفيك انثالبي بالسي في التي، والمعادله هتنزل زي ما هي، وهكمل طبعا ضرب الاقواس، هيبقى الرو في الكيو اي في السي اي في التي اي ماينس الرو في الكيو اي في السي اي في التي ريفرنس ماينس رو كيو سي تي، وبعد كده ماينس ماينس هيبقى بلس رو كيو سي تي ريفرنس بلس الكيو، وهكذا من التوتال ماس بالانس الكيو والكيو اي زي بعض، والسي بتساوي ثابت، فهلاقي نتيجه لكده التو تيرمز دولت هيتكنسلوا مع بعض، وده هيكون الصوره اللي موجوده عندي دلوقتي من المعادله بتاعت الانرجي بالانس. بس لو احنا فاكرين في الاسامبشنز ومن كورس الهيت ترانسفير ان الكيو هو عباره عن اليو اللي هو الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت تايمز الاريا الهيت ترانسفير اريا في الكولنت تمبريتشر ماينس التمبريتشر سوليوشن في التانك، فدي طبعا هتكون الصوره النهائيه بتاعت المعادله بعد ما استبدلنا الكيو باليو اي تي كولنت ماينس التي، ودي هتكون الفاينل فورم بقى بتاعت الانرجي بالانس ايكويشن. يبقى انا كده عندي في الكونتينيوس ستير تانك رياكتور التوتال ماس بالانس، ده اعطاني الجبراك ايكويشن عاديه، ولكن الكومبوننت ماس بالانس اعطاني معادله احسب بيه ازاي كونسنتريشن الاي بيتغير مع الزمن، والانرجي بالانس اعطاني معادله يحسب بيها ازاي التمبريتشر بتتغير مع الزمن. طبعا هنا دوت واضح ان ال CSTR هو موديل يعتبر نون لينير، لان المعادلات كلها يعني اتنين ديفرنشال ايكويشن موجودين مع بعض، طبعا في ترمات موجوده بقى في النص، الترمات ديت اصلا مش بتكون علاقه خطيه زي الكي مثلا اللي موجود في الريت اوف رياكشن، تمام، لان دوت بيكون في اكسبوننشال وامور تانيه لو حضراتكم فاكرين من كورس الكيميكال رياكشن انجينيرنج. والتو مودلز اللي احنا استنتجناهم هم بيعتبروا سيمي امبيريكال equation طبعا، لان في بعض الرموز زي الكي دوت وزي الاي كمان اللي هو الاكتيفيشن انرجي بتاعه الرياكشن، فديت امور لازم نجيبها من تجارب معمليه، فاحنا دمجنا اساس او فاندامنتال اللي هي الكونزرفيشن لوز مع بارامترز هنجيب القيم بتاعتها من تجارب معمليه، فعشان كده السي اس تي ار موديل، وهو واحد من اكثر المودلز يعني استخداما في الصناعه، يعتبر سيمي امبيريكال موديل. وده بياكد كلامنا اللي قلناه في اول فيديو خالص عن الشابتر دوت، لما كنا بنقارن ما بين الثيوريتيكال مودلز والامبيريكال مودلز والسيمي امبيريكال مودلز. هنوقف الفيديو بتاعنا دوت على كده، وان شاء الله هنكمل باقي الشابترز في الفيديوهات الجايه.